اسرائيل طبيين صرت لنا فاكر اللي في المليون من بعدها كي رحت لنا مصر باشا قالوا لي احنا ما نديروش بريزون شارج تاع الدوله تاع المال قالوا نديروا للترك بس انا اسمح لي نديروا للترك ولتونس وفرنسا بعدها كي عاود تجري في النهايه عند بروفيسور اسمه دكتور تيغيل دوكا يطلع دكتور تيغيل قلت لي ما عنديش لي مويا في البلاد قلت لي ارفد فول قلت لي داوي على برا ما عندي قال لي دوسي ميديكال كومبلي عاود رحت لمصر باشا باش نديروا فرانكي غدوه نروح للوزاره جيت الوزارة ولا مستقبل الوزارة؟ أنا غدوة روح الوزارة. أروح نحوس على البروفيسور رحال. نجيب الملف هذاك نتاع كامل. نجيب تاع أي تي دير. وأني نوصيك ونعاود فيك. الدولة هي تكفل بك، ما يتكفل بك حتى واحد وما تجمعش الدراهم من عند الناس. أجمع مع الوزير. عندي طفل هنايا باش نديروا عملية جراحية. داروا لي بريزون شارج لالمان. وين؟ لالمان. داروا لي مدينة كورو. وهنا في البلاد ما كاش لا هنا في البلاد جريت عليه باش تقول له عمليه بصره كفائيه عندي عمود فقري بس الدوسي تاع ورا وعندي الدوسي كومبلي فضل شوف الدوسي لا مسؤول ما يحوس عليك حتى واحد وما تجبع لا دراهم ما تحوس على الدراهم عند الناس هذه ما كاش منها كاينه كوميسيون تدفع هي الملف وهي تقول لك وين تديه ديروا العمليه ما تحوس على الناس ما الدوله هي اللي تكفل بك فاهمين ولا لا؟ شوف ما تدفع ما تطلب من عند حتى واحد دور الدوله تعطيك دراهم الملف اسمع مني الملف تديه لوبيتال مصطفى وهو يخبر البروفيسور وين تديه ومن ثم نديروا له ملف طبي اذا ما يتعالجش في الجزائر يتعالج في الخارج على نفقه الدوله ما كان حتى واحد وما تروح لا تقول في الفيسبوك خاصني دراهم لا والو الدوله تتكفل به مع الوزير اسمح تاك صحافي لا نحن لاحظنا باللي هذه الحالات المستشفى كامله بزاف خليني نهضر خليني هو يشرح خليني الوزير خليني نشرح انايا باكمل اشرح شوف